بفضل القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة، أصبحت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم أكبر شركة منتجة للألمنيوم عالي الجودة في العالم، وأكبر شركة صناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة بعد قطاع النفط والغاز. ننتج في دولة الإمارات واحدة من كل 25 طن من الألمنيوم الذي يتم إنتاجه حول العالم، وتملك الشركة مصهراً للألمنيوم ومصفاه لتكرير الألومنا في موقع الطويلة في أبوظبي، والذي تعد مساحتها 5 أضعاف مساحة جزيرة الماريا. كذلك نمتلك مصهراً للألمنيوم في دبي ومنجم للبوكسايت في جمهورية غينيا غرب أفريقيا. وللعلم تأسست الشركة منذ عام 1979، وساهمنا في التنويع الاقتصادي المحلي لأكثر من 4 عقود من خلال تصنيع المعدن الأساسي لتطوير البشري وإمداده إلى جميع أنحاء العالم. اصنع في الإمارات هي حملة أطلقتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لدعم تحقيق استراتيجيتها الوطنية مشروع 300 مليار، والتي تهدف إلى مضاعفة مساهمة القطاع الصناعي الوطني في الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 300 مليار درهم سنوياً بحلول العام 2031. ومنذ السبعينات تطبق الشركة مبدأ اصنع في الإمارات، وعملت على توسيع عملياتها وتطوير تقنياتها الخاصة، حيث أصبحت اليوم أكبر منتج للألمنيوم عالي الجودة في العالم وأكبر الصادرات في الدولة من بعد النفط والغاز، والشركة الرائدة عالمياً في تطوير تكنولوجيا لصناعة الألمنيوم. ومع هذا نهدف إلى مضاعفة مساهمتنا الاقتصادية في دولة الإمارات بحلول العام 2040، وذلك من خلال تعزيز أعمالنا وزيادة المشتريات المحلية وزيادة معدلات القوى العاملة الإماراتية في الشركة. يعتبر الألمنيوم معدن أساسي للعديد من الصناعات والبنية التحتية اللازمة لتمكين الحياة العصرية، بدءا من ناطحات السحاب إلى هواتف الذكية وصولا إلى السيارات والطائرات. فعلى سبيل المثال يفضل استخدام الألمنيوم في صناعة السيارات لأنه خفيف الوزن وعالي القوة، مما يساعد على كفاءة استهلاك الوقود. ومن القطاعات الرئيسية التي تستخدم معدننا قطاع السيارات، البناء، التعبئة، التغليف، والطيران، والإلكترونية. نبيع معدننا إلى أكثر من 50 دولة حول العالم، ويعتبر ثاني أكبر صادرات دولة الإمارات العربية المتحدة بعد النفط والغاز. نعمل ضمن سلاسل التوريد في جميع أنحاء العالم، حيث تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وشرق آسيا من أسواقنا الرئيسية، بالإضافة إلى منطقة الشرق الأوسط. نبيع حوالي 10% من منتجاتنا في دولة الإمارات، حيث تعتمد 26 شركة وطنية على معدننا في صناعة منتجاتها، بدءا من قطع غيارات السيارات وصولا إلى إطارات النوافذ، وتستخدم هذه المنتجات في الدولة ويتم كذلك تصديرها إلى مختلف دول العالم. كذلك تعتمد العديد من الشركات السيارات الكبرى على تصنيع قطع غيارها باستخدام معدننا من قبل عملائنا المحليين. نفتخر باستخدام الألمنيوم التي تنتجه الشركة في تشييد العديد من المعالم والمباني الشهيرة مثل برج خليفة في دبي ومبنى إسبلاناد في سنغافورة، كما يتم الاعتماد على معدننا في تشييد أنظمة النقل في جميع أنحاء العالم مثل مترو دبي وشبكة قطارات شينكانسن في اليابان. تستخدم معظم شركات السيارات الكبرى معدننا، ومنها مجموعة BMW، وبالأخص ألمنيوم سيلستيال المصنوع باستخدام الطاقة الشمسية. يؤدي الألمنيوم دوراً أساسياً في تطوير مجتمع أكثر استدامة، وتدرك الإمارات العالمية للألمنيوم أهمية تصنيع الألمنيوم بشكل مستدام. ندرك التحديات الكبيرة التي يفرضها تغيير المناخ، وتلتزم الشركة بتحقيق صفرية الانبعاثات الكربونية بحلول العام 2050، بما يتماشى مع المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050 لدولة الإمارات. سوف أذكر بعض الأمثلة حول التقدم التي أحرزناه في مجال الاستدامة. الإمارات العالمية للألمنيوم هي أول شركة على مستوى العالم تعمل في صناعة الألمنيوم بالاعتماد على الطاقة الشمسية النظيفة،
حققنا تقدما كبيرا في الاعتماد على الطاقة الشمسية بفضل جهود دولة الإمارات، ولا سيما من خلال التعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي. أعلننا مؤخرا عن مبادرة كبيرة لتعزيز قدرات توليد الطاقة الشمسية في أبوظبي وتحسين أصول الطاقة وتوليد الطاقة الكهربائية وإزالة الكربون من عمليات تصنيع الألمنيوم في الدولة. سنتخلى عن محطات الطاقة التي تعمل بالغاز الطبيعي التابعة لنا، وسنعتمد على شبكة الكهرباء التي توفر طاقة منخفضة الكربون، ونهدف من خلال المبادرة إلى تعزيز إنتاج الألمنيوم سيلستيال بالاعتماد على الطاقة الشمسية. تمثل الإمارات العالمية للألمنيوم القلب النابض في قطاع الألمنيوم في الدولة، وتساهم بأكثر من 1.5% في الاقتصاد المحلي، ويعمل حوالي 60,000 شخص في هذا القطاع أو سلاسل التوريد المتعلقة به. أنفقت الإمارات العالمية للألمنيوم في العام الماضي أكثر من 6.6 مليار درهم للشراء من الشركات المحلية في سلسلة التوريد التابعة لنا، وتعطي الشركة الأولوية للشراء من الموردين المحليين عندما توفي بمطلبات الشركة الخاصة بالجودة والاستدامة. تعتمد 26 شركة في الدولة على معدننا في صناعة منتجاتها، ولدينا عملاء في جميع أنحاء العالم. ساهمت الشركة في تحقيق التنوع الاقتصادي في دولة الإمارات بشكل كبير على مدار 4 عقود، ونهدف لمضاعفة مساهمتنا الاقتصادية في دولة الإمارات بحلول العام 2040، وذلك من خلال تعزيز نمو أعمالنا وزيادة المشتريات المحلية وزيادة القوى الإماراتية العاملة في الشركة. تماشياً مع استراتيجية الإمارات، تهدف الإمارات العالمية للألمنيوم أن تصبح الوجهة المفضلة للموظفين في دولة الإمارات، وأن تكون رائدة في تحقيق التنوع في مكان العمل. نسعى لزيادة نسبة النساء في المناصب الإدارية إلى 25% بحلول العام 2025، حيث تبلغ نسبتهن في الوقت الحاضر 18%. نرى أن أهمية التنوع لا تقتصر على الجانب الاجتماعي، بل يسهم التنوع في تحسين الأداء، وهناك العديد من التجارب التي تثبت ذلك. أنا أب لطفل وأربع بنات، ولذلك فإن مبدأ المساواة بين الجنسين هدف مهم بالنسبة لي. تعمل في شركتنا 400 امرأة في جميع أنحاء العالم، ويتولين مناصب متعددة بدءا من المهام الفنية إلى المناصب التنفيذية والقيادية. نشارك في مبادرة أرورا 50، وهي مبادرة إماراتية تعمل على تطوير خبرات النساء اللازمة لشغل مناصب على مستوى المجالس الإدارية. قمت بتعيين سيدات في 9 مناصب في مجالس فرعية داخل شركة الإمارات العالمية للألمنيوم منذ توليت منصب الرئيس التنفيذي، وتشارك العديد من موظفات الشركة في مجالس الإدارة التابعة لجهات أخرى في الدولة. وقعنا هذا العام على مبادئ الأمم المتحدة لتمكين المرأة، والتي تعمل على تحديد معايير التنوع بين الجنسين في شركتنا، بالإضافة إلى تعزيز دور المرأة في المجتمع.